مرحبا، كيفكن؟ اليوم في عندي شيء وصلني من حدا على الانستغرام عم يسألني انه هدول المواضيع كلهم يا ترى بيجي بالكورس دي ولا شو هو اللي بيجي بالكورس دي، شو هو اللي بيجي بالكورس سي، عشان نركز اكثر شيء لانه الطلاب عم تضيع. طيب اول شيء مثل ما شايفين مواضيع طالة والصم طالة، للاسف في كورس دي. طيب طالة هي اللي بالسويدي بتكون طالة، وصم طالة ممكن تكون هيك، وفي بيكون شيء اسمه ديسكوتيرا بالنسبة لطلاب الكورش دي. طيب هاي الديسكوتيرا مناقشة، ممكن انت تناقش شيء معين، فيه اخذ ورد وفيه تناقش طالب انك تحكي انت وطالب. هي موجودة بالكورش سي وموجودة بالكورش بي، اسف بالكورش سي وبالكورش دي، بالكورش بي غير موجودة. بالكورش بي بس موجود انك تحكي عن شيء معين لاستاذك، يعني هو انت واستاذك وبس. اما بالكورش سي وبالكورش دي فانت مطالب تعمل ديسكشن او ديسكوتيرا مع اندرا، مع الاخرين ديسكوتيرا مع اندرا، انك تناقشهم بشيء معين. طيب اول موضوع ان يا تحدث عن الاعلانات، وهل هي جيدة للاطفال، وشو الفرق بين الاعلانات في بلدك والسويد، وهل في بلدك تخفيضات؟ طيب هذا صار سؤال ثاني. شو الفرق بين الإعلانات ببلدك والسويد؟ طيب تحدث عن الإعلانات هو موضوع صعب، بما أنه فيها أنه جيدة للأطفال أو سيئة ولا، وشو الفرق، بما أنكم شايفين شو الفرق بين الإعلانات ببلدك وبالسويد، هذا صار في عندنا أكثر من نقطة. الإعلانات بحد ذاتها إذا سيئة أو جيدة، ومقارنة بين بلدك وبالسويد. هذا الموضوع ممكن يجي، بصراحة أنا ما سمعت كثير أنه عم يجي كحكي، بس ممكن يجي، ما انه مستبعد ابدا. هذا الموضوع بيجي فقط لطلاب الكورش دي، لهيك على حلم لكم اياه بالاحمر. المواضيع او النقاط اللي معلمها بالاحمر هي فقط بتجي للكورش دي، مستحيل يجي للكورش سي. طيب هل في بلدك تخفيضات على الطعام والملابس والاثاث والاعلانات عن طريق النت، هل هي جيدة ام سيئة؟ اعتقد هذا هذا الإعلانات عن طريق النت هل هي جيدة أم سيئة للأطفال، هذا كله واحد. الثاني ممكن يكون هذا، بس خلينا نحط أول شيء رقم 2، لازم نكتبها بالعربي ممكن. طيب هذا موضوع لحال، هذا طبعا هل في بلدك تخفيضات على الطعام والملابس والأثاث، هذا أعتقد ما له علاقة بالموضوع الأولاني. هذا بس نشوف، أرجع على المكون هو بالأحمر. طب الاعلانات عن طريق النت هي جيده او سيئه؟ هذا خلصنا منه، هذا بيجي بس لطلاب الكورش دي، مستحيل يجي لطلاب الكورش سي، وهو مستبعد يجي لطلاب الكورش دي. طيب هل في بلدك تخفيضات على الطعام والملابس والاثاث؟ هذا موضوع اذا اجى ممكن يجي لطلاب الكورش سي، بس انا مستبعده جدا، انه يعني بده يكون النقاش عن انه في تخفيضات ببلدك هيك بس. النقاش اعتقد النقاش غريب او ناقص بجوز، ما نو كامل، بس اذا اجى ممكن يجي لطلاب الكورش سي. طيب ما بعرف، هذا مستبعد فلهيك حق احسه. اللي بعده، ما هي اهتماماتك عن الطعام، عن رحلة رحت لها، عن المستقبل؟ يعني كل هدول جايين بنقطة واحدة صعب. ما هي اهتماماتك لحالا، عن الطعام كمان لحالا، عن رحلة رحت لها كمان لحالا، وعن المستقبل لحاله. طيب ما هي اهتماماتك بتجي بالكورش بي، فرح نعلمها بلون الأزرق. كل شيء معلم باللون الازرق بتجي الكورش بي. طبعا اللي بيجي للكورش بي ممكن يجي للكورش دي، طالما انت طالب كورش دي فلازم تقدر الشغلات اللي موجوده بالكورش بي. عن الطعام ممكن يجي للكورش بي كمان، انك تحكي عن الطعام ببلدك. اذا بدك تقارنه مع الطعام بالسويد بصير كورش سي، ماشي؟ اذا عن الطعام بس انه انت شو بتحب تاكل شو ما بتحب تاكل، هذا بس كورش بي. اذا بدك تقارن بين الطعام بين هون والسويد، بين السويد وبلدك، فبيكون كورش سي. فخلينا نقول انه اذا اجاك مقارنه، لانه هو اغلب الاحيان بيجي مقارنه، فحيجي طيب هذا حيجي الكورش سي، الاصفر كورش سي، الازرق كورش بي، الاحمر كورش دي، يلي ما حنعلمه ممكن يجي لكل المستويات. طبعا بالاضافه اللي بنعلمه للازرق او بالاصفر ممكن يجي لطلاب الكورش دي، طالما انت يعني اكيد كورش دي فمخلص كل شيء بالكورش سي، فيعني لازم تقدر تحكي عن الاكل او تحكي عن اهتماماتك. عن رحله رحت لها، هذا موضوع بيجي بكل الكورشات. عن رحلة رحت لها هذا موضوع ممكن يخربط الطلاب، لأنه هو لازم تحكي بالماضي، كل الأفعال لازم تكون بالماضي ولا فعل بالمضارع، فهذا ممكن يجي لكل الكورشات من البي للسي للدي. عن المستقبل كمان نفس الشيء، كمان المستقبل لازم تستخدم على طول كلمات المستقبل، سكا كوميرات، هدول اللي بيجي بعدهم بالمصادر، فلازم تعرف كيف تصرف الأفعال وكيف تحكي عن المستقبل، فهدول الموضوعين بيجوا لكل المستويات.
رحلة عملتها، حكينا عن رحلة عملتها، فأي مدينة رحت احكي عن المدينة بشو مشهورة وأين تقع على الخارطة وأي مكان زرته بالمدينة وشو اشتريت ذكرى إلك بهالمدينة. إذا إجا هيك الموضوع هيك بيجي بس كورش سي. إذا إجا هيك إنه وين، إنه إيمت رحت لها، احكي عنها بشو مشهورة وين موجودة، هيك شغلات بتجي للكورش سي. إذا إجا عند رحلة بشكل عام عملتها بدون هالتفاصيل، يعني بدون مثلا ما تحكي وين هي على الخارطة أو شو جبت منها أو هي بشو مشهورة، بس إنك تحكي عن رحلة هيك بالمختصر، فممكن يجي سي بي ودي. طيب بالأصفر معناتها خليها هيك. سلبيات وإيجابيات الواحد يعيش لحاله أو مع أصدقاء وليس. هذا الموضوع إجا طلاب كورش سي، أنا بتذكر في طلاب كورش سي بعتوا لي إياه، فهذا ممكن يجي لطلاب الكورس سي. خليني ارجع بس هون على هذا بالاصفر لانه ما انا معلم بالاصفر منيح. طيب شو رايك بالتاتو، بتفضل تساويه ولا لا؟ مع السبب هذا الموضوع بيجي بالكورس دي، لانه هذا موضوع فيه نقاش ضخم وله علاقه بالدين، له علاقه بالعادات، فهذا الموضوع ما بيجي بالكورس سي، هذا بيجي بالكورس دي بالاحمر هنحطه. المصاري شو بتفيد وشو فيك تعمل فيه، وهل ممكن المصاري تغير الإنسان؟ هذا الموضوع إجا بالكورش سي. إجا إذا ربحت مليون كرون شو ممكن تعمل فيها، فطبعا ما بيجي بالكورش بي. اللي عم نعلمه بالأصفر والأحمر مستحيل يجي للكورش بي، اللي عم نعلمه بالأصفر ممكن يجي للكورش سي وممكن يجي للكورش دي، اللي عم نعلمه بالأحمر بس بيجي للكورش دي. أعتقد يعني لازم تكون صارت واضحة. عن التقاعد إجا للكورش دي فقط، بيجي عن التقاعد، راتب التقاعد، شو رأيك بالتقاعد، لازم يزيد ينقص وهيك شغلات. إيجابيات وسلبيات الإنترنت إجا للكورس سي، أنا بعرف طالبة إجاها بالكورس سي، كيف إنه بتستخدم الإنترنت أو كيف تحكي مع أهلها عن طريق الإنترنت، وخاصة إنه هي عايشة بالسويد، فكيف استخدامات الإنترنت للتواصل وهل الإنترنت منيح ولا لا وإلى آخره. عن العمل، الأصدقاء، الصحة، العادات والتقاليد، هاي المواضيع ممكن تجي عن كل شيء ما عدا العادات والتقاليد. العادات والتقاليد ما بتجي لطلاب الكورش فحتى الحالة، العادات والتقاليد ما بتجي لطلاب الكورش بي، بتجي لطلاب الكورش سي ودي، فلهيك حعلمها لحالها. شلون بدي أعلمها مع بعض؟ بالأصفر، بتجي بالأصفر، يعني بتجي لطلاب الكورش سي ودي. العمل ممكن يجي للكل، الأصدقاء للكل، والصحة للكل، سواء أنت كنت بي ولا سي ولا دي ممكن تجي هاي المواضيع لكم كلكم. كتاب أو مقال قرأته، هذا بده يجي للسي أو للدي فقط، مستحيل يجي للبي. ليش هيك ما معلم كامل ماني عارف. طيب مناقشة حصلت على عمل، مناقشة أنا تعمل مناقشة، بما أنه بدك تعمل مناقشة مع يا سي يا دي، حصلت على عمل جديد وشريكك رفض ينتقل معك، كيف بتقنعه بالاسباب؟ اذا اجاك عن العمل بشكل عام، بس انت عمل بتحبه، ممكن يجي بالكورش بي. اذا اجاك انه هيك شريكك رفض ينتقل معك، كيف تقنعه بالاسباب؟ هذا ممكن يجي للكورش سي وللكورش دي، فبنعلمه بالاصفر. ايهما افضل، الصديق، المال، الصحه، ولماذا؟ هذا موضوع اجى لطلاب الكورش دي، في حدا بعت لي انه بالكورش دي اجى هذا الموضوع، فممكن يجي بالسي، ولكن انا بعرف انه اجا بالدي، فلهيك اعلمكم اياه بالاحمر، لانه انا بعرف في حدا اجا بالدي. فمو اذا اجا بالسي كمان ما انا مستبعد، بس انت اكيد بالسي ما انك مطالب تحكي او تناقش مثل طالب كورس دي، ولكن لازم تحكي عن الموضوع انه انت برايك مين احسن او اي افضل بالنسبه لك، الصديق ولا المال ولا الصحه. طيب الادخار واهميته، هذا بيجي للسي والدي. اتسبارا بينكر بيكون عنوان الموضوع، انك تحتفظ بالمصاري. ايجابيات وسلبيات الشقه والفيلا وليش، هذا الموضوع اجى لكورش سي، انا في حدا بعرفه اجى هذا الموضوع، انه شو الفرق بين الشقه والفيلا، فهذا الموضوع بيجي لكورش سي، بما انه بيجي لكورش سي فممكن يجي كمان للكورش دي. العيشه بمدينه كبيره او صغيره ليش، هذا بيجي للكورش سي كمان. كل شيء فيه مناقشات او فروقات بين شغلتين فبيجي بالكورش سي او دي، مستحيل يجي للكورش بي. الكورش بي ممكن يجي هيك انه منيح مو منيح، بس هيك بشيء بسيط يعني، بصراحة ما حيجي شيء معقد. ايجابيات وسلبيات يعيش الجد والجدة معنا، هذا الموضوع اجى بالكورش دي، في حدا بعرفه اجى بالكورش دي. طيب انا في عالم تبعت لي احيانا على الرسائل، وفي عالم بعرفها بالحياة بيعرفوني انه انا بعمل فيديوهات فبيحكوا لي مثلا، والجروبات اللي انا مشترك فيها، الفيسبوك، تيك توك والى اخره، فبشوف انه مثلا شو ممكن يجي ولا، فعندي خبره. طبعا انا ما عندي الاسئله، بس انا بعرف وبسمع من الطلاب انه شو ممكن يجي وشو عم يجي يوم. اول يوم لك بالمدرسه اجى للكورس سي وممكن يجي للكورس دي.
صعب يجي الكورش بي اول يوم يلعب بالمدرسه، بحسه صعب على طلاب الكورش بي، اذا اجى بيكون ظالم لهم. شراء المستعمل منيح ولا لا، انه تشتري مستعمل ولا جديد، هذا اجى لكورش سي ودي. اذا اجى للكورش سي فانت مطالب تحكي شوي بسيطه، يعني ما انه كتير والله انه تتلبك، مطالب تحكي لك للعشر دقائق، خمس عشر، بين السبع والعشر دقائق. كطالب كورش دي لازم تقدر تحكي لك ربع ساعه، وفي اساتذه بيطلبوا اقل من هيك، يعني في اساتذه ما متطلبين. يعني احكي عن شيء لطيف ممتع عملته انا وصغير، هاي ممكن يجي كورش سي لانه بدك تحكي بالماضي. كمان ممكن يجي على فكره كورش بي، حنتركه لانه هذا ممكن يجي لكل المستويات. سلبيات سلبيات المدن الكبيره، هذا تكرر معنا هون تبع العيشه بمدينه كبيره او صغيره، فهذا اسف ما بعرف هيك صوتي راح، هنحسو تجهيزاتك لصديق جاي لعندك في كم. هذا ممكن يجي لكل المستويات، انك انت شو ممكن تعمل اذا حدا بده يزورك بالبيت، جهز اكل، قهوة، يعني ممكن يجي لكل المستويات. شو افضل مرحلة عندك انت وصغير ولا كبير؟ هون بما انه في مقارنة صغير ولا كبير، هذا بيجي للكورس سي وفوق. لو كان بس شو افضل، يعني شو بتحبه انت وصغير، كان ممكن يجي لكل المستويات. مثل هون احكي عن شيء لطيف وممتع عملته انت وصغير، هذا بيجي لكل المستويات. اما بس يكون في مقارنة بين صغير وكبير، مدينة كبيرة ومدينة صغيرة، اكل صحي اكل غير صحي، مستعمل ولا جديد، ريف ولا مدينة، ما بعرف حكيتها مرتين، بس هذا بده يجي من السي وفوق. وكل ما كان مثلا بس يكون الموضوع هيك صعب، اعلانات مثلا، تقاعد، هذا بيجي للدي بس. اما اذا كان هيك مثلا مدينة وريف، جديد مستعمل، مثلا شوفي كمان العائلة الكبيرة العائلة الصغيرة، بتحب العائلة الكبيرة ولا الصغيرة، هيك شغلات ممكن تجي للسي وللدي معا. اول عمل إلك هذا بيجي للكل. وين بفضل الاكل، بالبيت ولا بمطعم؟ بما انه في بيت ومطعم فهذا بيجي للسي وممكن يجي للدي، بس هو بيجي للدي للسي اكثر. عن الكبار بالسن ودور العجزة وشي غالي اشتريته. طيب شي غالي اشتريته هذا لحاله، شي غالي اشتريته ممكن يجي للكل. احكي لنا عن شي غالي اشتريته، ممكن يكون جوال، بسكليت، سيارة الى اخره، فممكن يجي للكل. عن الكبار بالسن ودور العجزة حسب كيف الموضوع، اذا عن له علاقه بالتقاعد والاهتمام فيهم وهيك بيجي بالكورش دي. اذا له علاقه بشو بتفضل مثلا، انه كبار السن يروحوا على دار العجزه ولا يضلوا بالبيت، ممكن يجي بالسي بس مستبعد بصراحه، فانا هعلمه للدي، طلاب الكورش دي. طيب هيك بنكون وصلنا لنهايه ال 25 يلي علمناهم، بالاصفر بيجوا سي ودي، يلي بالاحمر بس بيجوا لطلاب الدي، يعني مستبعد يجوا لطلاب السي، واللي ما علمناهم بيجوا لكل الكورشات من بي وسي ودي. طيب اللي علمناه بالازرق، في واحد بس علمناه بالازرق، هذا كتير بيجي او مهم يجي انه بالكورش بي، فانتبه درب عليه منيح اللي علمناه بالازرق. وفي عن رحلة عملتها كمان، هذا رح نعلمه بالازرق مع انه هذا ممكن يجي لكل المستويات، بس هعلمه بالازرق انه هذا كمان لازم طالب الكورش بي يركز عليه. فطلاب الكورش بي يركزوا على اهتماماتك، رحلة عملتها، مشاريعك مثلا بالمستقبل، حل ممكن ياخذ بالازرق عشان تركزوا عليهم. ما بعرف ليش ما بتعلم، ركزوا عليهم. في عندك عن العمل، الاصدقاء، الصحة، كمان هدول بدك تركز عليهم يا طالب كورش بي. هذا احكي عن شيء لطيف عملته وممتع انت وصغير، وتجهيزاتك لصديق بده يزورك على فيكا، كمان هذا ممكن يجي منه مستبعد لطلاب الكورش بي. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اول عمل الك بيجي للكل، فهعلمه بالازرق عشان طلاب الكورش بي يركزوا عليه. طيب هلا خليني احكي اخر شيء، بالازرق بيجي ل بي وسي ودي، بالاصفر بيجي لسي ودي، بالاحمر بيجي بس للدي. هيك بنكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى تكون استفدتوا منه، كان خفيف لطيف، اعتقد ما كان صعب، حاولت قدر الامكان اني اشرح وبسط الامور، وبحكي عن شيء وصلني كثير من الطلاب انه يكون سهل عليهم، بما انه المواضيع عم تيجي بالامتحانات. ان شاء الله اكون قدرت اعمل هذا الشيء. بشوفكم في فيديو جاي مفيد عم تدرسوا، وسلامات.